السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكل مشاهدينا في كل مكان. النهاردة هنتكلم عن مرض العصر، مرض يكاد يكون كده مفيش بيت في مصر إلا ولازم نلاقي فيه مريض بهذا المرض، وحتى لو ما كانش مريض بنلاقيه عرض، هو الضغط. الضغط سواء كان مرتفع أو منخفض دايما بنلاقي كده في كل أسرة لازم بيكون فيه مريض ضغط، ولو ما كانش فيه مريض ضغط فاحنا كلنا معرضين ان احنا حتى لو ما عندناش المرض ده ان هو مره يرتفع ومره ينخفض. عشان كده النهارده هنتكلم عن الضغط وتاثيره على القلب، كمان هنعرف ازاي نقيس الضغط وامتى نعرف اذا كان مرتفع او منخفض. كل دي معلومات هنعرفها مع دكتور رامي اسماعيل زميل ابحاث القلب جامعه جلاسكو بريطانيا. برحب بيك يا دكتور. ربنا يخليك يا مرحبا. حضرتك إيه؟ الحمد لله كويس. طيب دكتور، حضرتك عارف طبعا هنطلع فاصل سريع جدا أوكي. وهنرجع تاني نتكلم عن زي ما قلت مرض العصر. استنى. مرة تانية برحب بحضراتكم معايا وبرحب بدكتور رامي اسماعيل. دكتور رامي، حضرتك عارف كده انه يعني منتشر جدا صحيح. مشكلة الضغط، وان ممتاز. كانت ما بتبقاش في بعض الاحيان مرض فبتكون موجودة كعرض. صح. يعني الواحد يدوخ يحصل له صداع يقول لا اصل انا يمكن ضغطي واطي او انا يمكن ضغطي عالي. أوكي. حضرتك بقى فهمنا ايه موضوع الضغط ده. اوكي ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما انت قلتي الضغط ده حاجه مهمه جدا، بس يعني ايه ضغط دم؟ يعني ايه ضغط عالي وضغطي واطي وانا ضغطي مظبوط؟ هو ايه الضغط ده اساسا؟ انا اعرف ضغط دي يعني حاجه بتضغط على حاجه، مثلا انا بضغط على الكوبايه دي ولا بضغط. تمام. فقال لك الضغط ده هو حاجه ربنا خالقها، القلب بيعملها عشان يمشي الدم جوه العروق بتاعه الجسم. ليه؟ لان القلب لما بيضخ الدم في عروق الجسم بيطلع شريان كبير الاول، وبعد كده يتفرع لفروع صغيره وفروع اصغر وفروع اصغر وفروع اصغر، فعشان الدم يفضل ماشي لحد اخرها لازم ضغط قوي من القلب. تمام. والضغط ده لازم يكون ضغط معين، لا هو زياده قوي فيبوظ العروق دي وتفرقع وتبوظ ويحصل نزيف ونزيف في المخ ومش عارف ايه وجلطات ومشاكل، ولا واطي قوي فالدم ما يروحش للجسم وما يروحش للمخ فالواحد يبقى دايخ وبتاع. فتظبط الضغط على رقم معين، ولما بيقيسوا الضغط بيقيسوه بالزئبق لان الزئبق تقيل فنقدر نقيس بيه. فيقول لك ان ضغط الدم الطبيعي مفروض يبقى 120 على 80 ملي متر من الزئبق. الزئبق دي حاجة تقيلة. يعني ايه 120 ملي متر من الزئبق؟ يعني ضغط قوي جدا. يعني لو انت في عملية قلب مفتوح، ودي اول مرة شفتها وانا طالب في الكلية، واتفتحت فتحة صغيرة كده في شريان من الشرايين وسبت الدم يخر، تلاقي الدم يخبط لفوق لحد السقف، معنى كده ان في ضغط قوي مش حاجه تهريج، بس لا ينفع يوطى قوي ولا ينفع يعلى قوي. وقال لك الضغط ده رقمين 120 على 80، وناس كتير تقول لك ان الرقم اللي تحت هو الاهم وان اللي فوق ده ملوش لازمه، ودي للاسف معلومه خاطئه. الرقم اللي فوق هو الاهم وده اللي بنعالج على اساسه. ليه؟ هو جه منين اساسا الرقم اللي فوق وجه منين الرقم اللي تحت؟ قال لك ببساطه القلب بيدق وبعدين بيرتاح، ينقبض وبعدين ينبسط. فلما بينقبض بيدي ضغط اسمه ضغط الدم الانقباضي اللي هو ال 120، ولما بينبسط بيدي ده ضغط الدم الانبساطي اللي هو 80. فواحد مره سالني قال لي طب معلش بقى انت قلت لما ينقبض هيدي ضغط اللي هو 120 ملي متر من الزئبق اللي هو الدم اللي بيخبط في السقف، طب لما ينبسط ويريح هيدي ضغط؟ ده المفروض يعني يريح، المفروض ما يديش حاجه. وبالفعل كده الضغط جوه القلب في الانقباض 120 وفي الانبساط صفر، لانه بينبسط بيرتاح مفيش ضغط جواه خالص، ده مريح، ده بيستقبل الدفعه الجديده اللي هيضخها. طب صفر، امال ال 80 دي بقى اللي بنقيسها جايه منين؟ مش جايه من القلب اساسا يا راجل، امال جايه منين؟ قال لك جايه من الشريان الرئيسي اللي القلب بيضخ فيه الدم اللي هو الشريان الاورطي. القلب يضخ الدم في الشريان الاورطي فالاورطي يستقبل دفعه دم كبيره، وبعد كده القلب يريح فالاورطي يجي يريح فيديك ال 80. يعني التريحه بتاعت الشريان الاورطي هي دي ال 80، يعني اكنه قلب تاني.
يعني القلب يضخ الدفعه الكبيره في الاورطي، فالاورطي يتمدد شويه كده او يشبه حاجه الاستيك كده، مش ناشف مش ماسوره يعني، لا دي ماسوره مرنه. فلما يتمدد شويه يجي القلب يريح، يقوم هو مريح وفي صمام بينه وبين القلب عشان لما يريح ما ينزلش الدم تاني للقلب، اسمه الصمام الاورطي. فالدم بيطلع لقدام بضغط 80، فالضغط اللي تحت ده هو ضغط الدم الانبساطي اللي جاي من الاورطه اللي ملوش دعوه بالقلب خالص. فعشان خاطري والنبي اللي يقيس يعني الضغط يهتم بالرقم اللي فوق اكتر، اللي فوق اكتر. طيب وعشان كده اديكي مثال صغير عن الرقم اللي فوق. واحد مره قال لي ازاي يا دكتور الرقم اللي فوق هو المهم؟ قلت له طب اسمع المثال اللي جاي ده. لو واحد دخل دلوقتي علينا المستشفى ولقينا ضغطه 190، ده رقم عالي اساسا. طيب الطبيعي 120 130، طيب بعد ال 140 150 160 170 180 190، ده كده عالي قوي قوي قوي. طب لو لقينا واحد ضغطه 190 على 100، قال لي يبقى عالي يا دكتور المفروض نديله علاج. قلت له طب لو 190 على 90، قال لي عالي برضه نديله علاج. طب 190 على 80، طب 190 على 70، طب 190 على 60، عالي برضه نديله علاج. يبقى الكلام على مين؟ على اللي فوق. صحيح اللي تحت مهم، بس احنا بنعالج على اللي فوق، اللي فوق بمعنى الاثنين لو علوي طبعا هيبقى اخطر، بس احنا اساسنا اللي فوق. يعني لو واحد اتصل دلوقتي في التليفون زي ما هنستقبل اتصالات كمان شويه وقال لي انا ضغطي اللي تحت 60 70، هستفيد انا ايه كده؟ ما يمكن يكون 60 70 واللي فوق 120، او 60 70 واللي فوق 220. تمام. فلذلك لما حد يقيس له الضغط، وهنوري دلوقتي ازاي تقيس الضغط، واقول له ان رقمك اللي فوق 200، يقول لي على كام؟ اقول له يعني انت منتظر ايه؟ 200 دي عاليه وكده كده هنديك علاج، لو حتى اللي تحت طلع صفر. طبعا. فهمت يا استاذ؟ طب لو العكس يا دكتور 120 مثلا، مفيش كده على مفيش كده، اللي تحت يبقى اللي فوق يبقى مظبوط واللي تحت عالي، يعني ما ينفعش 120 على 110، فرق قليل قوي كده. طب لكن غالبيا اللي فوق يبقى عالي واللي تحت مظبوط او واطي او عالي، بس الاساس اللي فوق. صحيح الاثنين مهمين، بس اللي انا بعالج عليه هو اللي فوق. طيب هل بقى معنى كده ان اللي تحت ده هو رقم العصبي او الضغط العصبي اللي بنسمع عنه؟ لا امال ايه الضغط العصبي اللي بنسمع عنه ده؟ ان الضغط بيزيد لما الواحد يتعصب. يعني انا مثلا قاعد لكن ما عندوش بتكلم ضغطي هيطلع 120 80. لو قعدت ازعق واتنرفز دلوقتي معاك ولا جيت تليفون نرفزك، هقيس نفسي انا شخصيا الضغط بعد الدقيقه من النرفزه هلاقيه 140 150. يعني معنى كده بقى يا دكتور ان لما نقيس الضغط ما ينفعش اقيسه وانا متنرفز؟ لا، يبقى انا كده بستهبل، يبقى انا بطلع رقم. يبقى انا قاصد ان انا اطلعه، يبقى ما ينفعش، اصل انا ضغطي عصبي لما بتعصب بيعلى. طب ما انا رخم لما بتعصب بيعلى. طب امال اقيسه ازاي بقى عشان اقيسه صح؟ قال لك لازم تكون هادي وبتاع. هنعرف دلوقتي ازاي نقيس الضغط. قبل بقى ما نعرف ازاي نقيس الضغط، حضرتك قلت حاجه مهمه جدا. كل الكلام اللي حضرتك قلته بيدل على ان في علاقه وطيده مباشره ما بين الضغط وما بين القلب. هل معنى كده ان الناس اللي عندهم مشاكل في الضغط، ضغط بقى سواء مرتفع او منخفض، بيبقوا اكتر عرضه من يعني غيرهم من الناس لمشاكل القلب؟ يا سلام، طبعا سؤال فظيع. وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم؟ نعم. وهل يكب الناس في القلب على وجوههم الا الضغط العالي؟ ده هو الاساس، ده هو الكلام كله على الضغط يعني العالي. اللي عنده ضغط لازم يجيله مشاكل عليه في القلب؟ لازم؟ لا، هو الضغط اساسا لوحده كده كضغط، يعني انا مثلا لو انا ضغطي عالي 140، احنا بنتكلم على اللي فوق، احنا قلنا ان اللي فوق اخره 120 130. على فكره العالي مهم ولا الواطي مهم؟ عشان بس مش ارمي النقطه دي. لا، العالي هو الخطير، هو اللي يعمل مشكله. الضغط المنخفض ما فيهوش مشكله. والواطي؟ قال لك الواطي ده اساسا مش مرض، يعني ما فيش مرض في كتب الامراض. في كتاب كده اسمه كتاب الباثولوجي او كتاب الامراض الطبيه، بناخده في سنه ثالثه. في امراض مش عارف، امراض في العين، ميه بيضاء، امراض في السكر، امراض مش عارف، ما فيهوش مرض اسمه ضغط واطي. ما فيش، ده مش مرض. الضغط العالي هو اللي مرض، لكن مفيش مرض عندنا في الكتب اسمه ضغط واطي. امال الضغط الواطي ده ايه؟ ده عرض، عرض لوجود حاجه تانية غالبا زي الانيميا. يعني الانيميا توطي الضغط، قله الاكل يوطي الضغط، واحد بيلخبط نومه يوطي الضغط، ريجيم بزياده، ما افطرش كويس يوطي الضغط. لكن هل وطي الضغط ده مرض واديله علاج يعليه؟ غلط. اوعى لو شفت واحد ضغط واطي وبياخد علاج يعلي الضغط امسكه اضربه، لان الضغط الواطي ده ميزه. ليه ميزه؟ لان القلب اللي هو بيزق كده في الضغط العالي بيزق كده، يعني قدامه ما ضغط بمجهود. طب في الضغط الواطي بيزق كده، ده مريح، ده بيدعي لك، ده بيقول لك كتر خيرك. تقوم انت تدي له دواء يعليه، خليه واطي. ده الواطي ده ميزه، ما دام هو واطي ومش مضايقك في حاجه. في ناس ماشيه 90 60 وفي ناس ماشيه 170، ما دام هو مش مضايقه ولا مدوخه ولا حاجه. طب وين كان مدوخه ولا مضايقه ولا بيخليه يهبط؟ ما يعالجوش كضغط، ما ياخدش ادويه والنقط والحاجات اللي بنشوفها دي بتعالج الضغط، ياخد الادويه اللي تعالج سببه. طب هو ايه اكتر سبب يعمل ضغط واطي؟ قال لك الانيميا. ندي له بقى فيتامينات حديد، نشوف الانيميا جاله منين، بيخر دم من سنانه والمراخير ونظبط له سنانه. يروح لدكتور بتاع اوعيه دمويه، يدي له ادويه مقويه لاوعيه دمويه، الدوره زياده، مركب بقى لولب مثلا، فتغير اللولب، تغير الوسيله، مش عارف عمل عمليه فنزف، يبقى ينقل دم. المهم ان الضغط الواطي سببه اكتر الانيميا او لخبطه النوم. لان ربنا سبحانه وتعالى
مرتب لنا ان وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فالواحد عايش بالنهار، الله. طب هل دي بتفرق في الجسم؟ اه، طبعا. ربنا خالق هرمونات بتطلع بالنهار ما بتطلعش بالليل. زي مين يا دكتور؟ زي هرمون الكورتيزون، بيطلع من الغده اللي فوق الكلى، والهرمون ده الغدة وظيفته الكظرية. اه الغده الكظريه او الغده الفوق كلويه، بتطلع الهرمون اللي هو الكورتيزون ده بكميه قليله، تخلي الواحد نشيط وصاحي ومصحصح ويعرف يشتغل ويحصل تمثيل غذائي جوه الجسم. بيطلع بقى مع الصحيان ويروح مع النوم، يعني تلاقيه اعلى حاجه الكورتيزون ده الصبح الساعه 4 5 6 الفجر. عشان كده الفلاحين يصحوا الساعه الفجر، وربنا امرنا ان احنا نصلي الفجر صحيح. فرض، وبعدين يفضل عالي عالي ما شاء الله. تخلص بقى شغلك 8 الصبح 9 10 11 12، على الظهر كده يقل قوي اللي هو وقت القيلوله اللي تلاقي الناس كلها نايمه ومخمه، وبعدين يزيد تاني بعد الظهر بساعه كده، وبعدين يفضل زياده كده لحد المغرب، ومن بعد المغرب والعشاء تلاقيه نزل اللي هو الوقت اللي المفروض انام فيه. عشان كده تلاقي الطالب اللي يذاكر بالنهار بعد الفجر يركز، يذاكر بالليل ينسى كل حاجه. صحيح. لذلك بقى اللي يسهر كتير ويقلب نومه يبقى سهران طول الليل وطول النهار صاحي، ما فيش كورتيزون، قصدي طول النهار نايم وطول الليل صاحي وما فيش كورتيزون، فتلاقي ضغطه على طول واطي. فده مجرد تقول له ظبط نومك، ظبط حالتك النفسيه، خد فيتامينات، ظبط الانيميا، تروح الضغط الواطي. طيب. لكن الكلام كله اللي هنتكلمه في الحلقه دي عن الضغط المرتفع، هو ده اللي مرض. طيب عايزين بقى زي ما عرفنا كده اسباب الضغط المنخفض، نعرف اسباب الضغط المرتفع. حلو قوي. الضغط المرتفع ده لقوه مرض بيجي للناس الكبار في السن بلا سبب كده، يعني تلاقي واحد مثلا عنده 50 سنه لو بص في المرايه اللي عنده 50 سنه ده يمكن يلاقي شعرايه بيضه، ولا 60 سنه يلاقي شعرتين بيض كده، مش هيتخض. او لو لقى ضغطه عالي اهو ده زي الشعر الابيض مش هيتخض، يعني لا بس يعالجه. تمام. بس عايز اقول لك ان هو لقوا انها حاجه، وساعات بتيجي بسن اصغر طبعا، بس حاجه ملهاش سبب، لدرجه سموه ضغط الدم الذي ليس له سبب. يعني اللي عنده ضغط دم ده اللي عنده ضغط دم ده نقول له يقول لي يا دكتور هو ايه اللي جاب لي الضغط؟ اقول له ملوش سبب. صحيح في حاجات ممكن تجيبه، التوتر الزياده، التدخين الزياده، قله الحركه، الدهون الزياده، اكل وانام، قاعد طول النهار ما بمشيش، مش عارف وجباتي مش كويسه، باكل ملح كتير، باخد مخللات كتير، الحاجات دي تساعدك ان الضغط يزيد. لكن ممكن واحد ولا حاجه خالص وبارد ورخم وبياكل كويس وبرده ضغطه يعلى. يعني هي الموضوع ايه؟ اسمه ضغط الدم الاولي، يعني ما فيش حاجه جابته، هو ملوش سبب. هو ده 99% من العيانين اللي عندهم ضغط عالي. ساعات بقى ودول 1% يسموه ضغط الدم الثانوي اللي ليه سبب. طب وامتى اشك فيه ان يكون ليه سبب؟ ولو عالجت سببه يروح خالص. لما تلاقي ضغط الدم جاي كده في حاجه مش متعود عليها، يعني مثلا واحد عنده 7 سنين وضغطه 190، يا راجل الكلام ده لو واحد عنده 60 سنه كنا قلنا له خد دواء ضغط يا حاج وروح. لكن 7 سنين ولا 10 سنين ولا واد شاب لسه 15 20 سنه، اهو ده ممكن يكون فيه سبب. او واحد بقى كبير وعنده ضغط، بس ضغطه 240 250 وتدي له دواء واثنين وثلاثه مع بعض للضغط ومش عايز ينزل يتعتع، يبقى ده غالبا في سبب. و99% بيبقى السبب في الكلى، التهاب في الكلى، حصوات في الكلى، ضيق في الشريان المغذي للكلى، هرمونات زياده في الجسم. عشان كده لما تشك في ضغط الدم الثانوي تعمل له سونار على بطنه، تشوف وظائف الكلى، تشوف وظائف، تشوف تحليل البول، تشوف الغده الدرقيه، تشوف الغده بتاعه الكورتيزون، اي حاجه من دول بتطلع هرمون بزياده تعليلك الضغط. لكن ده بنسبه 1% من مرضى الضغط. لكن 99% من الناس اللي عندهم ضغط، والدي ووالدك وخالتي وخالتك وجدي وجدك، كل ده اسمه ضغط الدم الذي ليس له سبب. حتى اسمه بالانجليزي essential او primary hypertension، يعني مفيش حاجه قبليه، هو جه لوحده. تمام. ازاي علاجه؟ انك توطيه بادويه وبنصايح توطيه، ممكن نصايح مع ادويه، يعني طريقه اكل معين، تغذيه معينه، مع أدوية. معين زي ما حضرتك قلت بالزبط. مع ادويه. طيب ايه رايك حضرتك نشوف بقى مع بعض ازاي نقيس الضغط في البيت؟ لان احنا يا دكتور متعودين ان احنا بنشوف الجهاز الديجيتال، وللاسف الشديد نتيجته ما بتبقاش يعني دقيقة في كل الاوقات مظبوطه. يعني اقول لك بقى على مفاجاه، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. رقم واحد هوريك ازاي تقيس الضغط، مش هضحك عليكم. تمام كويس. الجهاز معايا اهو، اهو الجهاز قدامنا على الهواء، مش ولا جنيه اهو جايب لكم من عندي. المهم ده مهم جدا ان انتوا تتعلموا تقيسوا بالجهاز ده. بس الجهاز ده لازم ليه طريقه قياس طبعا، ولو ما عرفتش طريقه القياس يبقى الجهاز ده هيضرك، مش هينفعك، هيدينا نتائج غلط، يبقى ساعتها الديجيتال احسن. الديجيتال ده مش دقيق، مش دقيق، 5 نمر 10 نمر بالناقص او بالزياده، يعني بدل ما يقول لك 120 يقول لك 125، مش مشكله، يقول لك 115، فرق 5 نمر مش مشكله. لكن لو واحد مش عارف يقيس بالضغط ده هيبقى 120 ويقول لك 170، او يبقى 170 ويقول لك 120، مشكله. طب لازم نتعلم نقيس بيه، لازم طبعا، والا عايز تريح دماغك اقفل التلفزيون وجيب جهاز ديجيتال وروح، بس جهاز محترم. هات ديجيتال بس ما تقفلش التلفزيون. المهم يعني ايه؟ يبقى جهاز مضمون. ولو عايز تجيب جهاز ديجيتال وتتاكد انه مضمون، أيوة، بغض النظر نوعه ايه، بقى انت وانت عند الراجل بتشتريه قيس بيه لنفسك 3 مرات ورا بعض،
لقيت كل مره يطلع رقم غير التاني خالص يبقى الجهاز ده بيهبي. قيس بيه لابنك، ابنك عيل صغير او اي حد ما عندوش ضغط خالص، طلع 120 80 120 70 يعني مدي المظبوط، نتيجة يبقى كده ماشي. قيس بيه تاني وتالت ورابع، قبل الاربع ما مرات نشتري. شبه بعض الاربع مرات او قريبين من بعض فرق بسيط ماشي، فرق زياده وعالي وش اي كلام يبقى سيبك منه. ولكن طب نفرض بقى عندنا جهاز زي ده وده رخيص وبيتباع في الصيدليات كلها وفي المستشفيات ومش عارف ايه، كيف نقيس بيه؟ قال لك عشان نقيس الضغط رقم واحد لازم، ما ينفعش اقيس الضغط وهو عالي، يعني ما ينفعش اقيسه وانا متنرفز خالص او انا طالع سلم او انا بعمل مجهود او انا ماشي تمام. او انا شارب شاي قبلها او قهوه قبلها او شارب سجاير قبلها او كنت بشرب نسكافيه قبلها او كنت بتكلم في التليفون قبلها او كنت متضايق قبلها. ايه يعني قبلها قبلها قبلها؟ يعني اعمل ايه؟ يعني افصلني عن كل الدوشه دي، هاتني كده من غير سجاير ولا شاي ولا قهوه ولا نسكافيه ولا متضايق ولا حاجه، وقعدني على كرسي تلت ساعه، تلت ساعه وانا هقعد مقعد العيان في الصيدليه تلت ساعه على ما اقيس له. في زباين داخله وطالعه، يبقى احسن ما تقيسش في صيدليه. ما كانش الصيدليه هيعمل كده ما تقيسش في صيدليه، لانه غالبا بيقيسوا لك على الواقف وانت داخل كده طبعا، مع انك لذلك العيان يقول لي قال يا دكتور انا قست الضغط دلوقتي في الصيدليه طلع 170، اقول له 10 دقايق وكلمني. يا دكتور انا قست الضغط تاني بعد ال 10 دقايق طلع 120 80. طب انت كنت لسه داخل، اصبر. لذلك لما تتعلم الضغط، لما اتعلمته في انجلترا كانت الممرضه تقول لي كده، قعدوا تلت ساعه، وهي بيني وبينك ما قالتليش تلت ساعه، قالت لي 25 دقيقه، نص ساعه كمان. انا مش فاضي بقى نقعد بقى نقعدهم ساعه بقى، انا مش هنفضى كده مش هنخلص. المهم ان قعد العين تلت ساعه ويبقى قاعد هادي ومرتاح ومش بيفكر ومش متضايق ولا شارب شاي ولا قهوه ولا شامم ريحه سجاير ولا بيتكلم في موبايل، وابعد عنه الموبايل او اقفله عشان ذبذبات الموبايل بتاثر كمان وما ضايقوش وكل الفيلم ده، وما يبقاش الجو حر قوي ولا الجو يبقى تلج قوي ولا يبقى فيه صوت زحمه قوي، جو هادي وبتاع وريلاكس كله تمام، وقعده ويبقى دراعه في مستوى الجهاز في مستوى القلب، القلب هنا تقريبا في النص، فيبقى دراعه في مستوى زي الترابيزه يعني اللي انا قاعد عليها تقريبا. تقريبا نفس القعده بتاعت حضرتك تقريبا كده؟ تقريبا اه، المفروض الكرسي يبقى اوطى سنه تمام. المهم نفس كده، ويقيسه وهو قاعد مش يقيسه وهو واقف. اوكي، واعمل ايه بقى؟ طب بعد ما عملت كل الحاجات دي، قال لك بقى يا دكتور هو المفروض ان انت بتقيس ايه؟ بتقيس ضغط الدم داخل العرق بتاع دراعك، مش احنا هنحطه دلوقتي على دراعنا؟ أيه. هو في ضغط الدم في حتة تانية؟ اه ممكن اقيسه في الرجل، بس المعتاد ان احنا بنقيسه في الدراع. مش هتفرق اليمين او الشمال يا دكتور؟ اليمين او الشمال، الاثنين زي بعض. اوكي. في ناس تقول لك الشمال اعلى عشان الشمال قريب للقلب، ابدا الاثنين زي بعض. لو كان الشمال بيروح لها دم اكتر كانت طولت اكتر. كان الاثنين زي بعض. عجلتين القطر وهم على القضيب، مين اسرع اليمين ولا الشمال؟ الاثنين زي بعض. فكذلك الضغط في اليمين ولا في الشمال زي بعض، زي بعض. ممكن يبقى فرق هنا نمره زياده، خمس نمر حاجة بسيطة يعني، مسموح يعني ان في فرق بين الدراعين من خمس لعشر نمر عادي تمام، ده الطبيعي. واحنا بناخد بالدراع الاعلى، يعني لو طلع هنا 140 وهنا 130 ناخد بال 140، ناخد بالاعلى. طيب نقيس ازاي في الدراع؟ قال لك هو فكره الضغط ايه؟ فكرته ان الدم بيتضخ في الشرايين بضغط معين وليكن 120 ملم من الزئبق، على كام؟ قلنا مش مهم الرقم بتاع دلوقتي. يعني معنى كده ان قلبي بيضخ الدم في الشريان الرئيسي اللي بيفرع فرع يوديه للدراع بضغط 120 ملم من الزئبق. طب الجهاز ده جواه علبه هنا فيها زئبق وفي مؤشر اهو بيقيس الزئبق 10 20 30 40 لحد 300. طب ازاي اقيس؟ قال لك ببساطه احنا هنحط البتاع ده على الدراع. البتاع اللي هي دي اللي هي هننفخها على الدراع. تمام. نحطها على الدراع ازاي؟ قال لك نحطها على الدراع فوق تانية الايد. يعني لو تانية الايد هنا كده اطلع فوق تانية الايد باربع صوابع. تمام. يعني ما احطهاش على تانية الايد وزنه السماعه تحتها. ده تهريج، اللي يعمل الحركه دي سيبه واجري، اعرف انه مش مذاكر. وكله تقريبا بيعمل الحركه كله للاسف. لكن المفروض تعمل ايه؟ المفروض فوق التانية بتاعت الدراع دي تطلع اربع صوابع اللي فوق، يعني زي كده، ادي التانية اهي وادي اربع صوابع، يعني البتاع يبقى اخرها هنا. يعني يبقى اولها هنا واخرها هنا البتاع دي. تبقى عاليه جدا كده يا دكتور. تبقى اعلى. اعلى اللي هي عمرها ما حصلت. يعني هي بدل لو هو تنيته كده انا ارفعها اربع صوابع لفوق كده واقوم رابطها، واخلي الخرطومين دول بقى مش ناحيه جوه ولا ناحيه النص ولا ناحيه بره. قال لك لا، يبقوا ناحيه جوه، يعني ناحيه الجسم من جوه. تمام. لان الشريان اللي احنا بنقيس فيه اللي بيغذي الجسم اللي بيغذي الدراع ماشي هنا كده، طالع من القلب وماشي جوه، ماشي الدراع من جوه، مش ماشي هنا ولا ماشي هنا، فانا عايز اضغط عليه اكتر في الناحيه اللي هو جاي فيها. حلو كده. طب بعد ما اركبها، قال لك بعد ما بركبها حط السماعه بقى. لا لسه بقى، في طريقه قبل السماعه تخليني اعرف، خليني اركبها عشان تبقى الموضوع عملي. خليني ركبتها بقى. وما تبقاش واسعه قوي ولا تبقى قفشه قوي، تبقى يا دوبك ماسكه كده. ده احنا كلنا قسنا الضغط في كل الاماكن غلط. للاسف. المهم ادينا بنتعلم. حطيناه اهو وبقى ماسك اهو، ولا سايب قوي ولا ماسك قوي، صح كده؟ جميل. قال لك دكتور رامي اسماعيل ضغطه 120، انا قايسه قبل ما اجي مثلا، يعني
يعني ايه الكلمه دي؟ يعني القلب بتاع رامي بيبعت الدم في الشريان الاورطي اللي بيفرع فرع للدراع اليمين بتاع رامي بضغط 120 ملي متر من الزئبق. طب انا بقى هضغط على دراعي بضغط اعلى من 120، هقعد انفخ في البتاع هنضغط عليه. لما انفخ دي هيحصل ايه؟ هيتنفخ. يبقى انا هضغط على دراعي، هضغط بضغط كام؟ هنا بيتقري 10 20. طول ما يعني انا بنفخ قاعد بيطلع. يعني احنا لازم نركز يا دكتور في الجهاز ده واحنا لا بنفخ بيطلع. حلو كده؟ جميل. لو نفرض ان انا ضغطي 120، انا هحط ايدي على النبض بتاع الشريان، ودي اول خطوه لازم اعملها. ولو ما حطيتش ايدي على النبض بتاع الشريان اللي انا جاي عشان اقيس فيه الضغط وما حسيتش النبض بتاعه، يبقى انا كده اكني ما اتعلمتش قياس ضغط. سيبك من السماعه دلوقتي. طيب. لازم الاول بايدي. طب فين الشريان بتاع ايدي؟ في انهي حته في ايدي؟ قال لك هنا اهو في الثانيه بتاعه الدراع، هو معدي كده في الحته دي. طب معدي هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ قال لك معدي من جوه هنا. طب من جوه فين بالظبط؟ الاطباء او العلماء ما حطلوش علامه؟ في علامه. طب هي فين العلامه؟ على الجلد؟ لا مش على الجلد. امال نعرفها ازاي؟ قال لك هو لازق في الوتر بتاع العضله بتاعه الباي. في هنا عضله اسمها الباي وعضله اسمها التراي، العيال بتوع الجيم عارفينها. فانت لو نشفت دراعك كده تظهر عضله الباي، والوتر بتاعها هتلاقيه نشف كده، هي لازقه فيه، ده الشريان اللي بيغذي الدراع. تمام. يبقى انا لو واحد تايه فيه انا بحط ايدي هنا كده بقى بشوفها، بس لو واحد تايه فيه بقول له نشف دراعك، فينشف دراعك، فلاقي الوتر بتاع الباي نفر كده. اقوم انا جاي لازق فيه، لازق فيه ناحيه جوه مش تمام. ناحيه الشارع. حلو كده؟ واضح لحد كده؟ كويس. فلاقي الوتر ماشي كده والبتاع لازق جنبه، واحط ايدي عليه الاقيه بينبض تك تك تك. حلو كده، انا شفته يا دكتور اهو، حسيته. ولو واحد متابعنا على الهواء هيحسه، وانا على فكره حسيته عندي. طب وبعدين؟ الشريان ده قلنا فيه ضغط بنسبة 120 ملي متر. كويس. طب انا هضغط عليه وانفخ دلوقتي اكتر، مش هو جاي من كده؟ وانا كده قافل قافله من قبل ما يكمل. صح كده؟ انا قافل عليه اهو. تمام. هضغط عليه بضغط اكتر لحد ما يختفي النبض من تحت ايدي. ووقت ما يختفي من تحت ايدي النبض اقرا الرقم اللي اختفى فيه، يبقى هو ده الرقم اللي فوق. حلو كده؟ تمام. بمعنى ان انا هنفخ، هفضل انفخ. انا مثلا انا عارف ان ضغطي 120 مثلا. فانا دلوقتي قاعد انفخ 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 انفخ، وانا بنفخ قاعد البتاع دي بتعلى، ادي 20 30 40. انا حاطط ايدي على النبض حاسه برضه. ليه حاسه؟ ما انا 40 بس انا قافل ب 40 والقلب بيبعد ب 120. طب 50 60 برضه حاسه، لان القلب بيبعد ب 120 وانا قافل ب 60 بس. طب وصلت لحد 100 برضه حاسه. طب وصلت ل 110 برضه حاسه. طب وصلت ل 121 مش حاسه. طب ليه مش حاسه؟ لاني قفلت عليه بضغط اعلى من اللي القلب بيبعد عليه. يعني اول ما يختفي النبض من تحت ايدي ده الرقم. يبقى هو ده الرقم الفوقاني. عشان كده لما بيسمعوا بالسماعه لسه بقى السماعه اصبري. طب انا عايز اتاكد ان هو ده الرقم. قال لك ارفع فوق كمان 130 140 150. ارفع 30 نمره فوق الحته اللي انت مش حاسه، وانزل بالراحه فسيها، فكها كده البلف بتاعها وفسيها. هتقوم تفسي فالضغط ينزل 150 140 130. كل ده انا مش هحس حاجه تحت ايدي، لان 130 دي اعلى من اللي القلب بيبعد بيه. تمام. اول ما انزل 120 119 هبدا احس النبض تاني. يبقى معناه ان القلب عداها، يبقى الراجل ده رقمه اللي فوق 120، واقدر احلف على كده من غير سماعه. السماعه اتعملت ليه؟ عشان تعرفني الرقم اللي تحت. طب ايه السماعه بعمل بيها ايه؟ بعمل ايه؟ بقوم مفسي تاني خالص بقى للاخر، واقوم لابس السماعه في وداني، واقوم البس السماعه في وداني احطها على على فكره السماعه بتيجي كده طالعه لقدام كده. فالناس بتحط الحته اللي طالعه لقدام دي لورا، لا الحته اللي طالعه لقدام دي في الودن، لان القناتين بتوع الودن اللي بنسمع قناه الاذن اللي هي عليها طبله الودن ماشيين لقدام كده. فانت حط السماعه وهي باصه لقدام مش باصه لورا. تمام كده؟ فانا حطيت السماعه وحطيت البتاع على ايدي، وافضل انفخ 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 انفخ، المفروض واحد تاني بينفخ لحد ما توصل 150 زي ما عملنا، وننزل بالراحه. اول ما اجي عند 120 119 هسمع النبض دب دب في وداني من السماعه. معناه ايه؟ معناه ان الدم بدا يعدي دب 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 دب. حتى وانا نازل 110 109 190 80، اول ما اوصل والاقي النبض اختفى يبقى ده الرقم اللي تحت. يعني بدايه الدق هو الرقم اللي فوق، واختفاء الدق هو الرقم اللي تحت. تمام. حلو كده قوي. تمام. طريقه سهله وبسيطه جدا. ممتاز. بس ان ما عملتهاش بالاحساس الاول يبقى ملهاش لازمه. يبقى مش هينفع. الحلقه دي هتتعاد تاني الساعه 12 بالليل عشان اللي ما فهمش يراجع. كويس. وموجوده على اليوتيوب طبعا. وموجوده على اليوتيوب. وانا عامل كمان
واحده بقى بس كنت جايب واحد وبقيس له. اكتبي كيفيه قياس الضغط رامي اسماعيل، دكتور رامي اسماعيل، هتلاقي واحده وجايب واحد بقيس له ومقرب بزون. المهمه دي كده اتفهمت برضه طبعا. لا دي طريقه سهله جدا يا دكتور. ممتاز. واحنا هنبدا طبعا نستقبل اتصالات المشاهدين سواء على موضوع الحلقه او موضوع تاني. حلوة. لكن احنا برضو في يعني بعض المشاهدين بعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك انا والدكتور بعض الاسئله. اوكي قول. هنسالها، لكن في البدايه بس يعني قبل ما اقولها كده حابه اشكر حضرتك على الحالات المجانيه اللي بتقدمها. ممتاز. ده شرف ليا. المشاهدين قناه ازهر. ده انا اللي بشكر حضرتك يا دكتور. ربنا يبارك لك. ربنا يخليك. طيب سؤال من منى بتقول ايه الفرق بين تضخم القلب وضعف عضله القلب؟ ممتاز، حلو قوي. ده الموضوع ده في حلقتنا. قال لك طب هو واحد ضغطه مثلا طلع 120. اوكي. طب لو واحد ضغطه طلع عالي 140 150 160، هو امتى صحيح نقول عليه عالي؟ قال لك بعد ال 135 140 وانت طالع. يعني لو واحد صاحبي جالي ضغطه 140 او 141، اصل هنا مؤشر، في مؤشر يعني ممكن اجيب 141 145 ممكن لو مركز قوي يعني. الراجل ده بقى كده يبقى عنده ضغط، وانت قلت ان اللي عنده ضغط ياخد دواء ضغط بقيت عمره. قال لك لا، اصل هحكم عليه حكم بالاعدام طول كل طول عمره، ياخد برشامه كل يوم لحد ما يموت، كل يوم برشامه الصبح ولا برشامتين ولا ثلاث برشامات صبح ودور وليل حسب بقى ضغطه هيظبط على كام برشامه، المهم يظبط. قال لك لا، مش هحكم عليه الحكم المنيل ده، لازم الاول اتاكد. طب اتاكد ازاي؟ اقيسه له تاني بكره وهو برضه هادي وقاعد ومرتاح ومش عارف ايه ومش شارب شاي وقاعد بقى له ثلث ساعه، اقيسه له تاني بعد بكره، اقيسه له تاني بعد اسبوع، خمس ست مرات اقيسه، وكل يوم برضه عالي 140 145، اجرب معاه الطرق العاديه لظبط الضغط من غير دواء الاول، بالذات لو لسه 140 في اوله، ال 170 وال 180 ده لازم نبدا بدواء. وبرضه نقول له النصايح دي. طب وهي ايه النصايح دي؟ قال لك يبعد عن كل الحاجات اللي هي بتعلي الضغط، يبعد عن الملح، يخلي الملح قليل قوي في اكله، ياكل اكل دلع، بلاش بدل الملح ياكل ليمون او كمون او فلفل او حاجه ثانيه، بلاش مشروبات غازيه، اللي هي المشروبات الغازيه بتعلي الضغط لان بيبقى فيها صوديوم بايكربونيت اللي بيفور. آه. فالصوديوم ده هو نفسه الصوديوم كلورايد اللي في الملح فيعلي الضغط. تمام. ببلاش المشروبات الغازيه، اشرب حاجات طبيعيه. وبلاش العصائر المعلبه اللي في كرتونه دي فيها صوديوم بنزويت مواد حافظ، ببلاش اي حاجه فيها صوديوم. يبقى اشرب عصائر بقى فريش طبيعيه يعصرها في البيت. في دكتور ملح طبي بيتباع في السوق، وبدل ممكن بدل الملح يجيب ملح ما فيهوش صوديوم، اسمه كده ملح ما فيهوش صوديوم، او ملح منخفض الصوديوم. او ملح دايت زي السكر الدايت، يبقى يجيبه من الصيدليه. طيب. يبقى الراجل قلل الملح ومنع المشروبات الغازيه والمشروبات المعلبه، بدا يلعب طبعا. بدا طبعا منع السجاير، قلل الدهون في الاكل، بقى ياكل ني في ني ومسلوق ومشوي، بدا يلعب رياضه كل يوم يمشي نص ساعه، بدا يقلل التوتر في شغله، بدا يحافظ على صلاه الفجر، بدا يظبط نومه ويصحى الفجر، مهمه جدا. لو عمل الخمس ست سبع حاجات دول وخس شويه في الوزن، احتمال بعد شهر اتنين تلاقي ضغطه نزل 90%. بيكون ضغطه نزل. طب الراجل عمل كل ده وضغطه ما نزلش، او هو من البدايه ضغطه 170 180، ده لازم بقى تديله دواء ضغط مع النصايح دي، دواء واثنين وثلاثه حسب بقى، في ضغط لوحده وفي ضغط معاه تضخم وفي ضغط معاه كلى بايظه وفي ضغط معاه سكر وفي ضغط بس لوحده كده ما معهوش حاجه. كل واحد ياخد حاجه، وفي ضغط معاه ضربات قلب سريعه، كل واحد فيه الاف ادويه للضغط. خلاص كده تمام. ولكن طب نفرض نعمل ايه لو واحد قال لك يا عم بلا قرف، ما انا اساسا كده كده مش حاسس بصداع ولا وجع دماغ، وانا كده كده مش هاخد دواء الضغط، وهاخده ليه؟ ما هو الضغط مش عامل لي حاجه. لا، الضغط ليه مخاطر. ايه مخاطره؟ قال لك اساسا 90% من اللي عندهم ضغط ما بيعرفوهوش الا لما يحصل مصيبه. مضاعفات. الضغط يعمل مضاعفات او مصايب؟ اه يعمل مضاعفات، يبوظ ثلاث حاجات في الجسم. يعمل صداع يعني يا دكتور؟ ابدا مش شرط. ده انا ساعات الاقي واحد ضغطه عالي سنه بسيطه ويقول اه انا فوخي، واحد ضغطه عالي فوق ولا حاسس بصداع. يعني الصداع ملوش علاقه ابدا، انسى. مش معناها صداع ان ضغط عالي ومش مش شرط. حتى يسموا الضغط القاتل الصامت. ولا يعمل صداع ولا حاجه، امال يعمل ايه؟ يجيب يبوظ على طول. طول يبوظ على طول. يبوظ ايه يا دكتور؟ قال لك يبوظ ثلاث حاجات. ضغط عالي بس بقاله سنين، يبوظ ثلاث حاجات. اول حاجه يبوظ الكلى، عشان كده اي حد عنده ضغط عالي بنعمل له تحليل وظائف كلى. طيب دكتور معلش عفوا، احنا ممكن نكمل اه عشان بس هو بقاله كتير. خلاص ناخد الاتصال واقول لك مضاعفات الضغط. استاذ عبد العظيم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ عبد العظيم. ازيك يا دكتور؟ الله الحمد لله. ازي حضرتك؟ اتفضل تحت امرك. طيب انا عامل عمليه في شهر 10 2005، عمليه قلب مفتوح. عشان ايه؟ تغيير شرايين مسدوده كده. كويس اوكي. وبعدين دلوقتي لغايه النهارده انا ما اعرفش انام على جنب اليمين او جنب الشمال، بيحصل عندي اختناق كده. انت كنت عملت العمليه ليه؟ كان قبلها جلطه؟ هو ما فيش جلطه الحقيقه، حسيت بضيق في الشرايين فكوميسيون طبي. حسيت ازاي بضيق في الشرايين يعني؟ بصيت في المرايه لقيت الشرايين ضيقه، حسيت بايه؟ انت ايه اعراضك؟ كل ما امشي يا دكتور الاقي جسمي يقف كده وقلبي يقف. ولحد دلوقتي لما تمشي يحصل وجع في صدرك؟ ما فيش وجع في الصدر ولا حاجه، بس لما جنام على جنب اليمين او جنب الشمال
وهي عضله القلب ضعيفه يا استاذ عبد العظيم لما عملت الاشعه قبل ما تعمل العمليه؟ والله ما كانتش ضعيفه، كانت طب جدا. ودلوقتي؟ دلوقتي انا بقول لها ايه المشكله اللي عندي بس. طب خلاص يبقى نعمل تمام على جنب اليمين وجنب الشمال. لكن ما عملتش اشعه عشان نشوف كفاءه عضله القلب كام؟ هو عملت بتاع المسح الفاري والحاجات دي كلها يا دكتور. اه وطلع عضله القلب كفاءتها قد ايه؟ ولا ما تعرفش؟ طيب الاتصال الاختناق غالبا هرد عليه برضه. اولا احنا قلنا المره اللي فاتت ان 90% يا جماعه من الناس اللي عندهم ضيق في الشرايين ممكن نبدا معاهم بالدواء قبل ما نحط لهم عمليه. هو ايه فكره العمليه؟ احنا مش بنشيل الشرايين الضيقه ونحط مكانها شرايين جديده ونجيبها لك مثلا طقم تايواني ولا حاجه، لا 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 لا، هي نفس الشرايين اللي بتغذي القلب بس جواها دهن. الشريان بدل ما هو ماشي عدل كده ماشي عدل كده، وفي دهن مضيقه وبعدين مكمل حلو، ففي خنقه في النص. فبنعمل ايه؟ الواحد فاكر ان احنا بنشيله كله ونحط واحد جديد، لا، هو هو بالخنقه اللي فيه، بس بنجيب شريان من رجلي واحط كوبري عشان اعدي الخنقه. كوبري؟ طب والخنقه نفسها فين؟ زي ما هي. ايه ده يعني انا كده بقى ما عملتش ما عالجتش، ده انا عملت كانه مسكن. اه. في نسب كبيره من العيانين دول لو عملت له علاج للمشكله اللي ضيقت الشريان ما يحتاجش عمليه، والوجع اللي بيجي له في صدره اللي هو اشتكى منه ده يروح، بدل ما تعمل عمليه وممكن بعدها عضله القلب تضعف شويه ويرجع ينهج ويتخنق اما ينام على جنبه وكل الاعراض دي كلها يعني ونفتح صدره. دكتور هو ليه بيتعب لمجرد على جنبه؟ غالبا ممكن تكون سببها عضله القلب الضعيفه، بس انا عايزه يبقى يعمل موجات صوتيه على القلب ومره يبقى يكلمني حتى لو لو اشوفه. لكن القصه في ايه؟ ان انت في الادويه مش بتعمل كوبري بقى، انت في الادويه بتعالج، انت بتدي ادويه تدوب الدهون وادويه توسع الشرايين وادويه تعمل سيوله وادويه تقلل الكوليسترول وبتخلي العين يخس ويقلل وزنه ويمنع التدخين. ان كانت الشرايين بتوسع او اعراضه بتستريح، وده بيحصل في 90% من الحالات، يبقى مش عايزين دعامه او عمليه. عشان كده بقول ما نتسرعش فيها قوي. طيب والوصول لحضرتك مش صعب يعني، هو يكلم حضرتك على تليفونك. ممكن نعمل ممكن نقول معانا اتصال ثاني. طيب كنت هقول لك المضاعفات. استاذ محمد السلام عليكم. ايوه فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اولا بحيي القناه. شكرا يا فندم. نعتز بيهم ونقدرهم ونحترمهم. شكرا يا فندم، نشكر حضرتك. رقم اثنين الدكتور رامي تحياتي ليه، احنا بنشتاق قوي بمسجد راجل وتشرفنا بيك قبل كده كتير. يا سلام، ده شرف ليا، هات المسجد كله تعالى. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا عم محمد. ده شرف ليا. اولا جبتك احنا انا شفتين عندي 52 سنه. اوكي. وعندي ارتفاع في ضغط الدم. اوكي. وماشي على دواء مش لازم تقول اسامي، ايه المشكله اللي عندك؟ لما عملت الضغط قال لي ان في تضخم في الاقل. اوكي. اوكي. التضخم ده على فكره، التضخم ده على اوكي، التضخم ده على فكره هيروح لما تظبط ضغطك، بس تظبطه صح، لازم يكون متظبط صح. انت ضغطك مظبوط بالظبط؟ يعني دلوقتي لما بتقيسه يطلع 120 80 ولا برضه عالي؟ من غير الدواء بيطلع عالي. لا بالدواء. لا بالدواء بيطلع مظبوط. خلاص يبقى كمل على الدواء طول عمرك، اوعى تسيبه، وحاول تعمل النصائح اللي قلنا عليها، خس وقلل التدخين وبلاش ملح والعب رياضه، هتلاقي الضغط بينزل بالتدريج، بس اوعى تسيب دواء الضغط. التزامك على دواء الضغط يخلي التضخم يروح، لان الضغط ده هو اللي بيخلي القلب مش قادر يزق قدامه ضغط، فكانه واحد بيلعب حديد فبيربي عضل فبيتضخم، بدل ما العضله رفيعه كده تبقى تخينه كده سميكه. فلما السمك بتاع العضله ده بيزيد احتياجها للدم يبقى اكتر لانها تخنت، فيبان على هيئه وجع، فيظن ان ده قصور في الشرايين عشان ضيقه. هي مش ضيقه، هي ممكن تكون ضيقه دي بسيط او مش ضيقه خالص، بس القلب اللي تخن فمحتاج دم اكتر فيبان الاعراض ده. فمجرد ظبطك للضغط يخلي التضخم ده يقل، زي واحد كان بيشيل حديد فعمل عضلات وبطل يلعب حديد فالعضلات قلت فالاعراض دي تروح والنهجان يروح. اوكي تمام. شكرا. انا لما امشي مفيش مشكله خالص، لكن لو جريت هو بيبان في التعب، لكن امشي كيلوات مفيش مشكله. تتعب ازاي لما تجري؟ تنهج يعني؟ انا اوكي ممتاز. ممكن ابدا مرتين 90% من الناس اللي بتنهج سبب النهجان هو الضغط العالي، احفظ الجمله دي. خلاص يا استاذ محمد؟ شكرا استاذ محمد، نشكرك على اتصالك. و90% دكتور من الناس اللي بتجري بتنهج، يعني هو لا 90 في... لا ما هو في نهجان طبيعي العادي. لكن واحد بينهج لما مشي لحد الحمام حرام. لا هو بيقول لما بيجري. اه لكن اذا كان على الجري جري جري ماشي، لكن اول ما يجري خطوه ينهج ماشي، يبقى دي من الضغط يبقى العالي. دي بقى خلاص. طيب نقول بقى المضاعفات تاني. للمضاعفات قال لك المضاعفات الضغط ده يبوظ ثلاث حاجات. نقول الاولانيه السهله بتاعه الكلى، قال لك ان تلت الناس اللي بتغسل كلى عندها فشل كلوي بسبب الضغط العالي، لذلك اي حد عنده ضغط بنحلله وظائف كده
وما يعرفش، يقول لك ده انا لقيت نفسي بموع وبرجع ونفسي غم عليا ومش قابل الاكل، فرحت للدكتور عمل لي تحاليل شامله، لا وظائف الكلى عاليه بايظه خالص، بقيس الضغط لقيته 190، وانا اول مره يا باشا عمري ما حسيت بصداع. يا راجل ده بقاله كده 190 10 سنين وانت مصهين، او يمكن عرفته وما خدتلوش علاج لحد ما بوظ الكلى، وساعتها ممكن تتلحق بس لو لحقناها بدري. طب وليه ضغطك عالي؟ خد له علاج. مش تقول لي لا انا مش مصدع ما خدلوش، لا ما دام اتكتب علاج ضغط وضغطك عالي وما بيتظبطش الا بيه يبقى ما تسيبوش طول العمر. طيب خلاص؟ معلش سؤال في النقطه دي تحديدا، يعني بخصوص ادويه الضغط، هل ادويه الضغط لازم يعني تتغير كل فتره؟ يعني المريض بياخد عليها؟ مش شرط. لا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها. بس انا بتابع نفرض الراجل بعد سنتين خسله 20 كيلو وضغطه ما شاء الله بدا يظبط، فبدل ما اديله حبايه 10 جرام اديله حبايه 5 جرام اقل شويه، ممكن لقيت الضغط بيوطى وشلت الخمسة جرام ولقيت ضغطه مظبوط وشهر مظبوط شهرين مظبوط، ما شاء الله ده انت لما خسيت الضغط راح خالص. ودي الوسيله الوحيده اللي يمكن تخلي الضغط يروح من الناس، انه لو كان تخين قوي يخس، ممكن الضغط والسكر كمان يروحوا منه لو خس. تاني حاجه الضغط يبوظها غير الكلى، المخ، شرايين المخ. يقول لك 50% نص الناس اللي يجي لهم جلطات في المخ ونزيف في المخ وشلل نصفي ومش عارف ايه بسبب الضغط العالي. ايوه بنسمع كده. يقول لك ده انا صحي مش عارف ايه مش قادر يقوم، ايده اتشلت مش عارف ايه، بيقيسوا ده اول مره يشتكي من ضغط، والله عمره ما كان مصدع او كان بياخد دواء الضغط يوم ويوم. لا يا عم خلي بالك. يبقى 30% من الناس اللي بتغسل كلى بسبب الضغط، و50% من الناس اللي عندها جلطات في المخ وشلل بسبب الضغط، و90% من الناس اللي بتنهج بسبب الضغط. اذا رايت واحد في سنه 40 50 سنه ولا 60 سنه ومش تخين ولا حاجه بس بينهج من اقل خطوتين، قول له والله العظيم انت تقريبا بنسبه 90% عندك ضغط عالي وضربات قلبه تبقى سريعه كمان. ده مع ده ينزل الضغط. وللاسف ناس كتير من اللي بينهجوا دول يتشخص بالغلط على انه حساسيه على الصدر، وياخد حاجات موسعه للشعب تسرع القلب وتعلي الضغط اكتر ويفضل ينهج بقيه عمره. فخلي بالك. ولذلك يقول لك لو انا خدت دواء الضغط والضغط ظبط ما انهكش، لو صهينت اسبوعين ثلاثه ولا نفسي رجعت انهك تاني. فهمت قصدي؟ وغير كده يعمل تضخم في القلب، لان زي ما قلنا القلب بيدق جامد فقدامه مقاومه فيعمل تضخم. بس خلي بالك ابشر، اللي عنده تضخم في القلب بسبب الضغط لو ظبط ضغطه بعد ست شهور سنه تيجي تعمل اشعه تاني تلاقي التضخم قل لحد ما. طيب الحمد لله بشرى كويسه يا دكتور. حلو. طيب عندنا سؤال من عليا بتقول ما هي اعراض ضعف عضله القلب؟ ساعات بقى لما تطنش الضغط كتير يبوظ الموتور، فيقعد انت خمس سنين وبيعتل 10 سنين 20 سنه يهنج بقى يضعف. يقول لك ان شاء الله يلا بقى العرف بقى مش هزق، يضعف بدل ما بيدق كده يدق كده. او ساعات نتيجه ان جلطه تضعفه حته من القلب، الدم اللي راح لها اتقفل فماتت، فبدل ما القلب بيدق كده يدق كده بس. طب والنص ده ساكت ليه؟ عشان ميت. طب ومات ليه؟ عشان العرق اللي بيغذيه اتقفل جاله جلطه. عشان كده قبل ما نعمل له دعامه بتاع الجلطه ده نشوفها ميت ولا مش ميت، عشان لو ميت ما نوسعش على الفاضي، ما هو مات خلاص. صح. واحد ثالث ساعات يضعف القلب نتيجه ميكروب، يجي له برد شديد ولا حاجه فيبوظ العضله فيضعفها، او يضعف العضله نتيجه صمام بايظ في القلب كان جاله حمى روماتيزميه. دكتور ممكن برد يبوظ عضله القلب في بعض الاحيان؟ لما تلاقي واحد عضله قلبه ما جالوش جلطه وعضله قلبه ضعيفه بس ما جالوش جلطه ولا عنده صمام بايظ ولا عنده ضغط عالي والعضله ضعيفه بدون سبب، فيسموه ضعف عضله القلب بلا سبب. 90% من الناس دول يبقى غالبا قبلها دور ميكروب محترم، التهاب رئوي محترم. طب يعني الناس مجد تاخد بالها تاثر على العضله، يبقى الناس تاخد بالها خاصه الايام دي، لان الايام دي وياخد تطعيم الانفلونزا كبيره جدا. وفي تطعيم موجود في كل المستشفيات والصيدليات، تاخد التطعيم ده الانفلونزا والتهاب رئوي صح كده الاثنين. هو بيشيل الفيروس بتاع الانفلونزا، والانفلونزا لما بتيجي ممكن بعد كده تقلب بالتهاب رئوي. أيوه. فيبقى وقايه. طيب يبقى الراجل ده بقى اللي عضله قلبه تضعف يحصل له ايه؟ قال لك ينهك بزياده بقى. مش القلب ده المفروض انه بيضخ الدم؟ لا هو ضعيف مش بيضخ الدم، بيرجعه ورا تاني، بيضخ شويه بس مش كله، بيضخ نص الدم. طب والنص التاني بيسيبه؟ بيسيبه فين؟ في الحته اللي كان بيجيب منها الدم. طب هو بيجيب الدم منين؟ من الرئه. هو القلب بيسحب الدم اللي في الرئه وبيوزعه على الجسم، سحب 100 سم وزع 100 سم. لا هو ضعيف بقى، سحب ال 100 سم وزع 50 بس. طب وال 50 اللي فضلوا في الرئه؟ 50 على 50 على 50، الرئه تتملي دم او ميه، ما هو الدم ده نصه ميه، فما بيبقاش فيها مكان للهواء، فالعين ينهك. فتلاقي العين ينهك، وخاصه بقى لما النهجان يزيد قوي او الميه تزيد قوي، تلاقي لما يجي ينام الميه دي تطلع على صدره يتخنق، يقوم قايم من النوم على كرشه نفس، رجليه الاثنين تورم. يا سلام، اهو ده معناه بقى ان انت مستهبل سايب الموضوع. وساعتها يدوا له لازكس وادويه تنزل الميه عشان ينهك. مش ده الحل الاساسي، الحل انك تشوف السبب. الضغط عالي تنزله، العضله ضعيفه تديها ادويه تقويها، الشرايين ضيقه توسعها كده يعني. فلازم تعالج سبب اللي عنده نهجان، مش بس تعالجه بانك تديله ادويه ميه. طيب سؤال برضو ليه علاقة بضعف النجم في عضلة القلب من سميرة، بتقول هي عايزة تعرف العلاج للمشكلة دي حسب بقى كل سبب.
هل ضعفت نتيجه برد فاديله ادويه تقويها وخلاص، ولا ضعفت نتيجه ان حته ماتت، ولا ضعفت نتيجه ان في سمون بايظ فلازم اعمل له عمليه، طيب ولا ضعفت نتيجه ضغط عالي فاوطي الضغط كده. طيب يا دكتور الضعف بصفه عامه يتعالج ازاي؟ يتعالج ان انا اعالج سببه، اشوف الجلطه الحق ادوبها بسرعه، ده لو واحد جاله جلطه في ساعتها اديله ادويه تقوي عضله القلب، اديله ادويه تنزل الميه، اشوف لو عنده صمام بايظ اعمل له عمليه اغير الصمام. تمام. انا حلقه كامله في التلفزيون هنعملها عن ضعف عضله القلب، او خش على النت اكتبي ضعف عضله القلب دكتور رامي اسماعيل هتلاقيني عامل مقاله كده عن اسبابه. خلاص عن اسبابه وعلاجه. خلاص يا دكتور. من ام محمد بتقول ايه هي القسطره التشخيصيه والقسطره العلاجيه؟ وبرده في سؤال يعني خاص بالقسطره كده انا عايزه اقولهم مع بعض. من محمد علي بيقول القسطره بتستغرق قد ايه من الوقت؟ اوكي. وقت بسيط، تلت ساعة، نص ساعة، ساعة. طيب. لو انا هتفرج واطلع بس مش هركب حاجة. طب وهي ايه القسطرة دي بتعمل ايه؟ دي ببساطة سلكة صغننة كده، انبوبة رفيعة طويلة، بدخل بيها من الشريان بتاع ايدي او من الشريان بتاع رجلي وافضل ادخلها. طب وهي بعد كده هتوصل لفين؟ هتوصل للمنبع. طب وهي الشرايين دي كلها جايه منين؟ جايه من القلب. طبعًا. يبقى انا لو دخلتها حتى عمياني هتوصل للقلب، بس انا ببقى قدامي جهاز اشعه وبشوفها وهي داخله. لما بتوصل للقلب القلب بيدق اهو، وحواليه عرق يمين وعرق شمال، فانا ادخل بالسلكه دي لحد ما اوصل عند القلب وادخل في العرق ده على جهاز الاشعه واحقن صبغه فيبان الشريان. ماشي كده ولا ماشي؟ وفي ضيق يعني دي بتوريني تشخص لي اذا كان في ضيق في الشرايين ولا لا. وفي طرق اسهل منها بدل ما ادخل واعور واعمل مشكله وانقل له فيروس ولا اعمل له جلطه ولا اعمل له احقن صبغه تعمل فشل كلوي. في طرق كتير غير القسطره ممكن اشوف بيها الشرايين ضيقه ولا لا. زي ان انا اعمل رسم قلب بالمجهود، لما اعمل مجهود هعرف القلب قادر يعمل مجهود قد ايه، الشرايين بتاعته ضيقه مكفياه ولا ضيقه نص نص ولا ضيقه نص. اعمل مسح ذري بالمجهود، اعمل الاشعه المقطعيه اللي بتبين الشرايين. وخلي بالك مش كل واحد يلاقي عنده ضيق في الشرايين بيبقى محتاج انه يوسعها بدعامه. زي ما قلنا في اول الحلقه لو واحد عنده 60 سنه وبص في المرايه لقى شعرايه بيضه مش هيتخض. فكذلك لو لقى شريان ضيق ضيق بسيط عادي على قد كل اللي في سنه مش مشكله، يظبط بس الحاجات اللي خربت الشريان ده وضيقته. هي ايه اللي ضيقته؟ دهون اترسبت. خلاص يا باشا انا همنع الدهون وامنع التدخين والعب رياضه واقلل الاكل واقلل وزني وامشي كل يوم نص ساعه واقلل الملح واظبط الضغط والسكر والكوليسترول والحاجات دي. تعالى بعد سنه سنتين هتلاقي الدهون دي قلت كتير. طيب أوكي. دكتور قبل ما نتكلم بقى عن القسطره العلاجيه هناخد اتصال من استاذ محمد. اوكي استاذ محمد. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت ممكن أسأل الدكتور؟ طبعا يا فندم. أيوة دكتور مع حضرتك. اتفضل. لو سمحت يا دكتور، المدام عندي عملت قسطرة وركبت دعامة، فأنا دلوقتي يعني إيه يعني أنا دلوقتي بنتي الصغيرة بتقول لي أنا صدري بيوجعني، أنا خايف لو يكون نفس الحالة لأن أنا سمعت إن في عملية وراثية في المواد كده. وبنتك دي عندها كام سنة؟ في سنة خمسة حوالي يعني 12 سنة. يا راجل 16 سنه هيجي لها ضيق في الشرايين، حرام عليك. لا طبعا ملوش علاقه. ساعات كتير قوي يكون الوجع اللي في القلب مش من القلب، بالذات لو قدرت تشاور عليه بصباع واحد. ممكن حضرتك تسمعنا من خلال التليفون وتوطي التلفزيون تماما؟ هي ايه شكوتها البنت دي؟ قول لي كده. نعم يا دكتور. ايه شكوتها البنت دي؟ لا انا مستني يا دكتور بعدين بحضرتك. ايه شكوتها بنت حضرتك؟ شكوتها ايه؟ دايما كل ما تذاكر تقول انا حاسه بنفسي على جنب الشمال معرفش كده، وعملت لها قبل كده تحليل سرعه ترطيب. بالظبط. خلاص اقفل وانا هرد عليك يا استاذ محمد. شكرا استاذ محمد تابعنا. طب اول ما العيان يقول لك نخزه فده مش من القلب. طيب. خلاص بس كويس احنا طمنا كده استاذ محمد من القلب. لكن أوكي. هناخد اتصال من استاذ هاني. أوكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا فندم. طب الدكتور معايا؟ ايوه يا فندم مع حضرتك. اتفضل. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا حبيبي. انا عندي بقى لي كام يوم كده بيجي لي عندي حرقان في الدراع الشمال وحرقان من ناحيه القلب كده. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 34 ده 35 سنه كده. اوكي لسه صغير. وعندي طبعا الضغط 70 على 50 قلته كام مره 70 على 50 في ودوق باستمرار مع حرقان في الدماغ. ماشي. وانت بتقول في حرقان في صدرك؟ وفي دراعك الشمال؟ ايوه القلب دراع الشمال. دراع الشمال. وده بيجي لك لما تمشي ولا وانت قاعد كده يا هاني؟ لا هو عندي بقى له مده كده فانا بتعامل وشغال انا اصلا في موظف شركه كهرباء وكده. تمام. طبعا ايه عندي بعمل مجهودات عاليه وكده ف اوكي. واثناء المجهود يجي لك الحرقان يخليك تقف ولا ملوش علاقه بمجهود وانت قاعد كده؟ لا لما بيجي لي حرقان مره واحده ويزيد كده بقوم يعني بحس ان القلب هيقف كده وبروح اي مره واحده وبحاول ان انا اتحرك بسرعه كمان تتحرك لما يجي لك.
على العكس بتاع القلب، بتاع القلب لما يجي له يقف مش يتحرك. ما تقلقش يا هاني، ده غالبا مش من القلب، بس يا ريت لو اشوفك احسن عشان نعرف الضغط واطي قوي 70 على 50 كده ايه السبب. وما لو ان اظن ان انت قيسته غلط، مش 70 على 50، لو 70 على 50 كان صوتك ما طلعش مثلا يعني، وما كانش حصل لك كده. هو النهارده اتغير شويه، النهارده قيسته، النهارده لقيته 100 على 70. طب ما تقول الرقم ده، انت بترخم عليا ليه؟ بتقول الرقم اللي اول ما قيسته، اول ما بيزيد عليا تعب، لان انا كنت عملت اشعه مقطعيه على المخ، فطبعا قالوا لي في ضعف في الاوعيه الدمويه. اوكي. لعل ده يكون السبب ان بيخلي ضغطك يوطي ساعات. نتيجة حاجة في الدكتور قال لي برضو في ميكروب في الدم، طب حد يعني مش عارف اروح لاني دكتور عشان خليني اشوفك احسن، خليني اشوفك احسن، ما دام الموضوع ليه علاقة بالضغط هفيدك ان شاء الله. بنشكرك استاذ هاني. ممكن تتواصل مع الدكتور، رقم تليفونه ظاهر على الشاشة، وتعلم ازاي تقيس الضغط في الاعادة بالليل. يمكن طبعاً تكون قيسته غلط، مهمة جداً. يمكن تكون قيسته غلط، حاجة مهمة جدا. اوكي. ويجي بقى في سؤال تاني معانا. الطفلة اللي عندها نغزة، بص اول ما تلاقي العيان يقول لك نغزة يبقى ده مش يبقى حاجه، ده مش من القلب بالقلب. وبالذات طفله صغيره، طفله صغيره وراسه ايه ومش عارف بتاع. احنا بنقول ان 90% من الناس الكبار اللي ممكن يعملوا دعامات ممكن يتعالجوا بالدواء. يبقى انا همسك البنت اللي عندها 12 سنه وانا قالت نغزه خلاص. وعلى فكره يضايقني قوي لما تعمل لطفل تحليل سرعه ترسيب، لان ده ملوش اي علاقه بالقلب. للاسف اتعرف خطا، زي ما بيتعرف كده مثلا مثلا ان الضغط الرقم اللي تحت اهم من اللي فوق، فمعروف خطا ان عشان تعرف العيل عنده حمى في القلب ولا لا، حمى رمتسميه على القلب ولا لا، اعملوا تحليل سرعه ترسيب، وطلع ان التحليل ده ليس له علاقه باي امراض في القلب. يعني لما تلاقي دكتور القلب قال لك اعمل تحليل سرعه ترسيب وتلاقي سرعه الترسيب عالي او واطي، ملهاش علاقه. لو انت ركبتك وجعك شويه، ولا وقفت النهارده في الطابور شويه ورجليك وجعتك وعملت تحليل سرعه ترسيب هتلاقيه عالي، ملوش علاقه بالقلب شخصيا. يعني لقيته عالي زي لقيته واطي، يعني ملوش لازمه. طب امال القلب اشوفه بايه؟ اشوفه باشعه تشوفه، وهي ايه؟ السونار العادي، موجات صوتيه، يعني مش اشعاع زي السونار بتاع الحامل كده على البطن، بس سونار على القلب اللي هي موجات مش مضر يعني. شفته لقيته سليم، يبقى لا تقول لي بقى سرعه ترسيب ولا ميكروب ولا مش سبحي ولا حقنه بنسلين ولا ليه اي لازمه، ما دام القلب سليم خلاص. طيب كانت ام محمد بتسال على القسطره العلاجيه، وحضرتك كنت شرحت التشخيصيه. التشخيصيه هي العلاجيه، بس هي العلاجيه بتزيد عليها ان انا بقى ادخل جوه الحاجه الضيقه دي، مش هو في دهن 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 لحد ما بقى ضيق، انا ادخل جوه وانفخ بالونه او احط ماسوره. بس انا كده الدهن اللي جوه ما شلتوش، انا زقيته بس، يعني كاني مسك. انا في الادويه بقلله، لكن في الدعامه حضرتك دايما تنصح الناس ان هي ما تجريش تعمل اتعملت دراسه، ادخلي على النت، انا حطيتها على الفيس، على الصفحه. لو دخلتي على الفيسبوك اكتبي دكتور رامي اسماعيل هتلاقي الصفحه بتاعتي، وحاطط عليها دراسه معموله في جامعه اسمها هارفارد، دي يمكن من اوائل الجامعات في امريكا، قارنت بالفعل بقى العيانين اللي عندهم ضيق في الشرايين وبيقولوا هم طالعين السلم، يا جماعه نديهم ادويه ولا نعمل لهم دعامه؟ فقال لك نشوف. هم جابوا 10,000 عيان نديهم ادويه و10,000 عيان هم بس نعمل لهم دعامه، ونقارن نشوف مين هيتعب اكتر، مين هيجي له جلطه الاول، مين هيموت الاول. ومش هنقارنهم اسبوع ونسيبهم ولا سنه، لا ده 5 سنين مقارنه. جميل. وفي الاخر ايه النتيجه؟ ان الاثنين زي بعض، اللي خد دواء زي اللي عمل دعامه. شوف بقى اللي خد دواء ب 200 جنيه زي اللي عمل دعامه ب 100,000 جنيه. لا وعمليه وعمليه وفتح ومش عارف ايه، ويمكن يحصل مشكله ويمكن الدعامه تتقفل والتاني زيه، يبقى احسن منه بقى بتكلفه طبعا. اقل بمضاعفات لا تذكر. فهمت قصدي؟ يعني كتير قوي الرساله اللي عايز اوصلها ان كتير قوي من العيانين اللي بيشتكوا بذبحه صدريه او وجع في صدره وهو ماشي، مش لازم الحل الاول يكون انه يعمل دعامه، هو يمكن ان يعالج بالادويه بنفس الكفاءه بناء على الدراسه دي، اسمها دراسه كارج، او انت اكتب حتى بالعربي على النت دراسه دكتور. دراسه تبين الفرق بين العلاج بالادويه والعلاج بالقسطره او الدعامات او القلب المفتوح، وهتلاقي دراسه ومنشوره بقى ومترجمه على مش عارف وكاله انباء الشرق الاوسط والدبليو اتش او والامم المتحده ومنظمه الصحه، دراسه كبيره اتفقنا، ودراسات كتير اتعملت في الموضوع ده. طيب. لقيت ان الدعامات زي الادويه. احنا كده توفير يعني جهد ووقت وفلوس وكل حاجه للمرضى يعني. برافو عليكي. طيب سريعا كده عشان احنا وقت حلقتنا خلاص قرب ينتهي، ام صلوى بتسال بتقول اختي بتعاني من اعتلال في عضله القلب، وعايزه تعرف هل تناول بعض الماكولات بيأثر عليها على حالتها، وايه انواع الاكل المضر؟ حلو قوي. طب ما نقول ايه انواع الاكل المضر وايه انواع الاكل المفيد، ونخليها كنصيحه نختم بيها. تمام. حلو جدا. انا معانا قد ايه وقت؟ دقيقتين؟ خمس دقائق. اقل من 5 دقائق. اقل من 5 دقائق. طيب صليتي على النبي؟ صلى الله عليه وسلم. بسم الله الحمد لله. قال لك فعلا الاسباب اللي تبوظ القلب معروفه وكلها ربنا حذرنا منها في ايات كمان مش في الاحاديث بس، النبي قال عليها وربنا قال عليها. لان بصي لو واحد اخترع حاجه محدش يعرف لسه ايه دي وسابها في الشارع، فجي واحد وقف جنب الحاجه دي قال له، فلقى واحد تاني واقف قال له هي ايه الحاجه دي؟
انه انا اول مره اشوف الجهاز دي. اللي عملها هو اللي يقول لنا. فكذلك اللي عمل الشمس وعمل القمر وعمل البني ادم سبحان الله وعمل القلب وعمل الشرايين وعمل كل ده هو اكتر واحد يعرف ايه اللي بيوظمه وايه اللي ينفعه. تمام. ولو قال لك على حاجه تعملها يبقى تعملها. طبعا. قال لك اصحى بالليل الساعه 4 رغم انك انت نايم ومتدفي يبقى ده مفيد. اصحى صلي الفجر قال لك صوم من الوقت ده للوقت ده يبقى ده مفيد. صح. صحيح ممكن يكون الابحاث ما بينتش ان هو مفيد، لكن انت عامله عشان اللي بيقول كده الاله اللي خلقك، فاكيد عارف ان ده الصح. طبعا. وبالفعل الابحاث قالت كده، قالت ان 70% من جلطات القلب بتقل اكتر من الدواء كمان، 70-80% يعني احسن من الدواء لو الواحد صحي وقطع نومه وصلى الفجر. ان عشان تحافظ على جسمك لازم، دراسه قالت مره ان عشان تحافظ على جسمك لازم تمنع الاكل لمده 30 يوم او 28 يوم في السنه. تمام. لمده 12 ساعه مره في السنه اللي هو شهر رمضان. قال لك ان عشان تخرج الاشعاعات بتاعه التلفزيون والموبايلات من جسمك لازم تحط راسك على ارض ثابته ويبقى راسك موجهه الى المركز المغناطيسي للارض اللي هو القبله لمده اكتر مش عارف من 5-6 دقائق 5 مرات في اليوم، اللي هي الصلاه 5 مرات في اليوم. طب معلش يا دكتور سؤال بس في نقطه، هل الاطفال برضو نفس الحكايه يعني؟ لو عند طفل عنده كهرباء زياده في المخ وخليناه يسجد هتستخدم طبعا 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 ما فيهاش كلام. جميل. في حاجات كتير قوي يجي عن الحجامه والرسول قال الحجامه دي مفيده وتلاقي الناس قد ايه بتستفيد، يجي على مش عارف العسل ويستفيدوا قد ايه العسل، يجي على مش ايه ده. فلما يكون ربنا امرك بحاجه اعرف ان اللي امرك بيها هو يعرف، او النبي اللي بعته بيقول حاجه فاكيد بيقولها وحي منه، فالحاجه دي مفيده فاعملها طبعا. فمهم قوي حته صلاه الفجر، مهم قوي حته ان احنا نمشي ما نوقفش كتير، مهم ان احنا ما نسرفش. ربنا قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. يعني مش عشان الاسراف هيضايق القلب، عشان ربنا مش هيحبك لو اسرفت. لو فتحت الحنفيه على الاخر وغرقت الدنيا مش هيحبك، لو ولعت النور وسبته ومشيت مش هيحبك، لو اكلت كتير بالهبل غصب عنك تفاصيل مش هيحبك. طب خلاص يبقى على قدك زي ما ربنا قال لا تسرفوا. جميل. العب رياضه واتحرك كتير. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ان الواحد لما يبقى قوي احسن، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. وسيد عمر الخطاب كان يقول علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. وان الواحد يتحرك كتير حلو، يبقى الحركه ومنقلل الاكل. والاكل بقى ايه اللي يضر؟ كل الحاجات اللي تتاكل باسراف. يعني انا ممكن اكل على فكره، انا مريض قلب وممكن اكل مثلا حته سمنه. بس حته سمنه كل يوم تفرق عن حته سمنه مره في الشهر مثلا. تمام. ممكن مريض سكر واكل حته جاتوه، بس حته جاتوه مره في عيد الميلاد غير حته بسبوسه كل يوم مثلا. يبقى كل حاجه هعرف اعملها. حتى دكتور الرجيم يقول لك كل حاجه بس بكميات قليله. كل حاجه بكميات قليله، قلل الملح وقلل الدهون، حافظ على صلاه الفجر، حافظ على انك تبقى هادي، وحافظ دايما على اتصالك بربنا، لان هو دي الحاجه دي أهم اللي تريح روحك. عشان كده ربنا حط في كده الا بذكر الله تطمئن القلوب. ودي اهم نصيحه نختم بيها حلقتنا مع حضرتك دكتور رامي اسماعيل زميل ابحاث القلب جامعه جلاسكو بريطانيا. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، نورتنا مشاهدينا في كل مكان. في كل حلقه من انا والدكتور بنتعلم مع بعض معلومات جديدة وقيمة. قعدتنا النهاردة إن شاء الله الساعة 12، الحلقة هتلاقوها على اليوتيوب، صفحتنا على الفيسبوك أنا والدكتور، بنستقبل أي استفسارات عليها. مرة تانية بشكر دكتور رامي على الحلقات المجانية اللي بيقدمها لمشاهدين قناة أزهري. شرف لي. أشوفكم على خير الحلقة الجاية، والسلام عليكم.